انه سيد الستار هو يجاوبني عن كل هذه التساؤلات. اريد قبل ما ترد على تساؤلات السيد البياتي، اريد اعرف ما انعكاسات هذه الحرب على العراق، ولا سيما بعد تحذيرات قاآني للفصائل في زيارته الاخيره يعني الى بغداد. حقيقه فيما يخص ما طرق له الاخ الضيف، يعني هناك بعض الحديث كان بلسان او بصورة انه السيد الصدر تطرق الى كذا وكذا. يعني الشخصيات الموجودة الان جميعها سواء في السلطة او في الاحزاب او مواطن عادي، اذا كانت عليه مذكرات القاء قبض فبامكان الحكومة ان تنفذ هذه المذكرات. لا اعتقد هناك تصريح للسيد الصدر بوجود او بقيام الشيخ قيس الخزعلي بقتل 1500، يعني هاي تفاصيل حقيقة تحتاج إلى إثبات من قبل هذه الموثقة. أستاذ ستار، هذه الموثقة موثقة بالفيديو والصورة والصوت للسيد الصدر بتصريحها للإعلام وللفضائيات، وموجود هذا الفيديو، ممكن ترجع له إذا تريد أدز لك إياه بنرجع من القناة. لا، هناك بالنسبة إحنا عرجنا على جانب واحد بالنسبة للوضع الامريكي او الوضع الايراني، يعني نتكلم عن الداخل ام عن الاقليم؟ لا، الداخل. هسه يعني هناك يقول لك تصريحات السيد مقتدى الصدر، ربما هذه التصريحات يعني تبين لنا انه هناك يعني حكي السيد البياتي يقول لك هناك اسماء ارتكبت جرائم كبيره بحق العراقيين. لا، هل بالفعل السيد مقتدى الصدر تحدث في هذا الحديث يعني عن الشيخ قيس الخزعلي؟ واذا تحدث السيد مقتدى الصدر في هذا الكلام، لماذا لم يتخذ القضاء العراقي اجراءات في حق الشيخ قيس الخزعلي؟ يعني اليوم نحن في يعني في امر يعني ربما يشكك المواطن وفي حيره، يعني هل هناك كلام حقيقي وهل هناك اتهام للشيخ قيس الخزعلي قائد المقاومه العراقيه؟ يعني انا لا استطيع الإسلامية؟ لا استطيع الرد بالنيابه عن طرف اخر، اي طرف اخر. خلينا نتحدث عن التغريده اللي طرق لها سماحه السيد مقتدى الصدر الاخيره، اللي اشار بها الى محورين اساسيه حقيقه. انه وجه نداء للجاره ايران، وبنفس الوقت وجه تحذير للمحتل الأمريكي. وصف الجارة بالجارة العزيزة، والنداء كان لهم أنه ادعوا العراق ولا تجعلوا ساحة للصراع بينكم وبين القوات الأمريكية وبين أمريكا. الشيء الثاني، هناك ظرفين استغلت من قبل الأطراف الخارجية، وهو تشتت الشعب وضعف الحكومة. هناك ضعف في الحكومات منذ بعد 2003 واليوم، وهذا السبب مثل ما طرق الأخ الضيف أنه لولا أمريكا لما كان كذا وكذا وكذا. صح. فعلا، فكانت جزء كبير يتحمل الجانب الأمريكي، لأن عمد إلى حل للمؤسسة الأمنية هو الجيش العراقي، بالرغم أنه هي ليست جيش صدام، هو جيش عراقي. نعم. فلغرض بعثرة الأوراق ولغرض إخلال الأمن وعدم بناء هذه المؤسسات. نعم. بصورة عاجلة، وبالتالي السياسة الأمريكية والأمور اللي اتبعتها القوات الأمريكية على أرض العراق حقيقة أدت إلى وجود تنظيم القاعدة في 2004 و2005. نعم. وكان الفعل وردة الفعل، وآخر أحداث كان دخول الإرهاب الداعشي إلى المحافظات الشمالية والغربية، وحقيقة هاي كلها كانت برعاية، وإلا كيف تمت برعاية هذه؟ منه؟ برعاية أنا أستطيع أن أسميها بالرعاية الإسرائيلية الأمريكية. ليش؟ لأن أمريكا كانت فارضة وجودها، وكانت هناك رقابة جوية ورقابة عسكرية، ولديها معلومات أمنية كاملة، وهي تدعي أنه بعد إسقاط النظام السابق وبناء الحكومات الجديدة في ظل ديمقراطية وبناء دستور في ظل محتل، أوجدت الكثير من الأمور اللي ممكن تربك العمل السياسي وتضعف الحكومة. ولحد الآن حقيقة نلاحظ أن هناك ضعف بالأداء، نلاحظ هناك استغلال لكثير من الأمور داخل البلد. هذا الوضع بالداخل حقيقة، هناك تدخلات خارجية شرقية وغربية. نعم، لكن هناك ساحة صراع. نعم.